السلام عليكم واهلا بيكم في الحلقة الخامسة من دور التعليم برنامج الاكسل من الصفر. لو لاحظنا كده هنا وجينا عند نوع الخط هنلاحظ ان هو اسمه كلابري. ده نوع الخط الافتراضي اللي بتفتح بيه البرنامج، بيروح بيظهر معاك على طول، والفونت زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا لو ضغطت هنا هتلاقي حاجات كتير او فونتات كتير، فانت محتاج تغير الكلام ده كله بحيث ان البرنامج لما يفتح بالحاجات اللي انت عايزها على طول. كل عليك هتيجي عند فايل، ومن فايل هتختار اوبشنز، وهنا هيظهر معاك نوع الخط والفونت سايز، كل حاجة خاصة بالواجهة الافتراضية. هنيجي هنا كده نختار مثلا وليكن نوع خط تاني بالشكل ده، نختار مثلا اريا، ونخلي مثلا الفونت سايز يبقى 18. وهنا طبعا النورمال فيو اللي هو حجم المربعات او العرض العادي بتاع الشيت، وهنا عدد الورق اللي موجود هنا كده اللي هو الشيت 1 شيت 2 شيت 3 وهكذا. انت عايزه اول ما يفتح يبقى كام شيت ظاهر معاك، وليكن مثلا هنخليه 4، وبعد كده نقول له اوكي. هيطلب منك انك انت تقفل البرنامج وتفتحه تاني، تقول له اوكي زي ما احنا شايفين قدامنا. نقفل البرنامج، هنقول له سيف لو احنا عايزين نسيف الحاجات دي، وبعد كده مثلا نختار المكان نقول له سيف زي ما احنا شايفين قدامنا. نيجي بقى نفتح البرنامج تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين، نفتحه تاني كده، نخش على شيت جديد زي ما احنا شايفين. لو لاحظت هتلاقي نوع الخط اريا والفونت سايز 18، وهتلاقي شيت 1 شيت 2 3 4 زي ما احنا حددنا بالظبط زي ما احنا شايفين قدامنا. تقدر طبعا تغير الكلام ده، نيجي نغير مثلا الاعدادات تاني ونرجع لطبيعتها، نقول له فايل والاوبشن، ومن اوبشن هنختار الاعدادات بتاعتنا مثلا هنخليها 14، ونخلي مثلا اي نوع خط تاني بالشكل ده اللي هو النوع مثلا اللي كان موجود، او اي حاجة انت عايزها طبعا بتخليها. نخلي الشيت يبقى 1 وكل حاجة زي ما هي، نقول له اوكي. هيقول لك اقفل الشيت وافتحه تاني، نقفل الشيت ونفتحه تاني، هيفتح معانا على طول زي ما احنا شايفين قدامنا بنفس كل حاجة، ورجع كل حاجة لمكانها الطبيعي. حاجة كمان عايزين نعرفها في الشريط اللي فوق ده، ان احنا ممكن نغير شكله وممكن نغير شكل الشيت كله اصلا. وطبعا نخلي بالنا ان اي حاجة هتتطبق على البرنامج ده هتتطبق على جميع برامج الاوفيس زي الوورد والباوربوينت وكل الحاجات دي. لو جينا عند فايل واخترنا اوبشنز بالشكل ده، وجينا عند الاختيار ده كده، ممكن نعمله دارك زي ما احنا شايفين ونقول له اوكي. هتبص تلاحظ ان الشيت معانا بقى لونه ايه، رمادي، اللي هو اسود رمادي. ممكن نرجع تاني نغيره مثلا نخليه اللي هو ابيض زي ما احنا شايفين قدامنا. تقدر طبعا تختار اللي يريحك، بس هو الافضل يكون لونه الطبيعي. نرجع كده للونه الطبيعي بالشكل ده، نقول له اللون ده اللي هي ملون، معناها ملون يعني، يرجع لطبيعه البرنامج. الحاجه اللي بعد كده مهم تعرفها في البرنامج، وهي شاشه البدء. لو لاحظت كل ما بتفتح البرنامج بيظهر معاك الشاشه دي، فانت محتاج ان انت يظهر معاك الشاشه دي على طول بحيث انك انت تبدا شغلك على طول. فالموضوع بسيط، انت بتيجي عند فايل، ومن فايل اوبشن، ومن اوبشن بتنزل عند من جنرال كده، بتنزل اخر اختيار خالص، تروح شايل علامه الصح دي وتقول له اوكي. تيجي تقفل البرنامج وتفتحه تاني، هيفتح معاك على طول على شيت الاكسل. طبعا حبيت ترجعها سهل، بترجع نفس الخطوات تاني كده وتنزل تعلم علامة الصح وتقول له اوكي، تقفل البرنامج تفتحه، هيفتح معاك شاشة البدء على طول. حاجة كمان مهمة جدا تعملها قبل ما تعمل اي شغل ليك، علشان لو البرنامج هنج او مثلا الكمبيوتر فصل او الكمبيوتر هنج حاجات زي كده، فاول حاجة لازم تعملها انك انت بتعمل سيف للملف بالشكل ده، وتقول له وتختار المكان اللي هتحفظ فيه الملف، وليكن انا على الديسك توب، وهتسميه مثلا ملف الحفظ او ملف مهم. انا هكتبه حفظ بالشكل ده، حفظ زي ما احنا شايفين كده قدامنا. بعد كده هقول له سيف زي ما احنا شايفين. نيجي نكتب بقى اي حاجه كده في الملف، وليكن مثلا انا هكتب هنا مثلا اسمي بالشكل ده، نمسح كده، وليكن انا هكتب اسمي كده واقول له انتر، واكتب اي ارقام هنا زي ما احنا شايفين قدامنا. افصل الشيت اقول له سيف، هيروح مفصول معانا على طول زي ما احنا شايفين قدامنا. نيجي عند حفظ كده مثلا، نفتح تاني نفس الشيت، هنلاقي كل حاجه زي ما هي، وهنلاقي بيسجل تلقائي اي بيانات، وليكن مثلا هندخل بيانات تاني مثلا 3 4 5 اي حاجه اي بيانات، وتيجي تضغط كده تقول له سيف، خلاص خلصت على طول. تقول له تخش على نفس الملف تاني، هتلاقي كل حاجه جاهزه زي ما هي. ولو خدت بالك برضو من حاجه، هتلاقي فوق اسم الملف اتغير بقى حفظ زي ما احنا شايفين قدامنا، يعني تقدر تتحكم في
اسم الملف، تقدر تحكم في المكان اللي انت عايز تحطه فيه على الكمبيوتر في اي مكان، مفيش اي مشكلة. زي ما قلنا كده، نيجي عند الفايل ونيجي عند سيف از، اهي نفس الكلام برضو، تقدر تحفظ من هنا او تضغط كنترول اس، هيجيب لك قائمة الحفظ على طول زي كده. مثلا كنترول اس زي ما احنا شايفين، هيقول راح عملها لك حفظ على طول. نيجي كده عند فايل سيف از، تختار المكان اللي انت عايزه من هنا كده، سواء بقى ديسك توب او على السي، اي حاجه انت عايزها. الديسك توب هنا كده في اي فولدر انت عايزه، مفيش اي مشكله، او مثلا في الون درايف من هنا كده. طيب ازاي بقى ان انا افتح كذا شيت مع بعض في وقت واحد؟ الموضوع ده بسيط جدا. هترجع مثلا نمسح كل البيانات دي. لو انت عايز بقى انك انت تفتح شيت جديد، فالموضوع بسيط. تيجي عند فايل وتقول له شيت جديد او صفحه جديده، زي ما احنا شايفين قدامنا كده، تلاقي نفسك فاتح اتنين زي ما احنا شايفين قدامنا. ادي هنا شيت وادي شيت وراه زي ما احنا شايفين، نفصل واحد منهم بالشكل ده ونخلي ده معانا. طيب في طريقة تانية تقدر تفتح بيها برضو شيت. لو جيت ضغطت كليك يمين هنا كده، دي اخر حاجة انت استخدمتها او فتحتها. لو ضغطت على اكسل بالشكل ده، هيفتح لك شيت جديد برضو زي ما احنا شايفين، بوك واحد وادي بوك اتنين. طيب في طريقة برضو كمان تقدر تفتح بيها شيت بكل سهولة. لو جيت عند فايل زي ما احنا شايفين وتقول له نيو، لو جيت هنا ضغطت على نيو، هيجيب لك كل التمبلت وهيجيب لك صفحه جديده تقدر تضغط عليها. طب في طريقه بقى اختصار احسن من كل ده، انك انت تضغط على كنترول ان بالشكل ده، هيفتح لك صفحه جديده. لو خدت بالك بوك 1 بوك 4 زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب انا محتاج، او انا عندي مثلا شيت فيه بيانات، فانا محتاج ان انا افتح شيت قديم معايا اضيفه يكون موجود دلوقتي. هاجي عند فايل ومن فايل اوبن، واختار المكان اللي فيه الشيت بتاعتي من هنا كده، يعني هضغط هنا كده وابدا اشوف الملف او الشيت بتاعي فين اللي انا عايزه، واروح مثلا جايبه. هاجي عند الديسك توب ونفتح مثلا الملف ده، هيروح عامل معاك اوبن على طول. لو خدت بالك كده هيفتح معاك نفس الشيت. طيب في اختصار للكلام ده كله اللي هو كنترول واو، هيجيب لك عند اوبن على طول زي ما احنا شايفين قدامنا، تختار الملف زي ما احنا شايفين بكل سهوله. زي ما احنا شايفين هتلاقي الملف ايه بقى فتح معانا هنا كده. تمام. في اختصار برضو بالمناسبة، ان انت ممكن تلغي الشيت اللي انت فيه ده، تمسحه او تقفله من غير ما تقفل البرنامج نفسه. لو جيت ضغطت على كنترول دبليو بالشكل ده، هتبص تلاقيه مسح معاك كل حاجة ما عدا البرنامج نفسه، هتلاقيه موجود زي ما هو. زي ما احنا شايفين كده، لو جينا ضغطنا هتبص تلاقيه فتح معاك عادي جدا. حاجة كمان مهم نتعلمها في البرنامج، وهي ان انا لما باجي احفظ اي ملف، طبعا زي ما قلنا من شوية، باجي بروح ضغط كنترول اس او بدوس على حرف او بدوس على علامة السيف من هنا كده، كنترول اس بيروح مدخلني على المكان اللي انا ممكن اختار منه حفظ الملف. طب لو انا عايز بقى اختصر كل الكلام ده وتظهر لي القايمة دي على طول عشان اختار مكان حفظ الملف، مخشش بقى على كل الخطوات دي. الموضوع بسيط جدا. لو انت على الصفحة هنا كده، هتيجي عند فايل ومن فايل اوبشنز، ومن اوبشنز هتيجي عند سيف، وهتعلم علامة صح على الايقونة دي، ودي معناها بتقول لي اظهر لي المكان اللي انا احفظ فيه الملف على طول من غير الخطوات اللي قبل كده، وتقول له اوكي. بص بقى لو جيت ضغطت على كنترول اس، هيروح قايل لك تحفظ الملف فين على طول زي ما احنا شايفين قدامنا. ولو جيت ضغطت برضو عند العلامة اللي فوق دي، هيظهر لك نفس الاختيار بكل سهولة زي ما احنا شايفين. حاجة تاني مهمة تتعلمها في البرنامج، وهي مثلا انا عايز اعمل ملف، والملف ده يكون يحفظ فيه الشتات بتاعتي تلقائي. طبعا البرنامج بيعمل لك ملف جاهز او اوتوماتيك بيحفظ لك فيه كل الملفات. يعني لو جيت ضغطت على سيف بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا، بيروح الملف ده الافتراضي بتاع الكمبيوتر اللي بيفتح لك فيه، اللي بيحفظ لك فيه كل الملفات بتاعتك، وده موجود في الويندوز عادي جدا، ما فيش مشكله. انا محتاج اغير الموضوع ده، بحيث ان انا اي ملف احفظه يبقى في فولدر لوحده انا شايله في مكان معين فعايز اوصله على طول. الموضوع بسيط. هاجي عند الشاشه او الديسكتوب بالشكل ده، وهعمل نيو فولدر زي ما احنا شايفين قدامنا، واسميه مثلا شغل بالشكل ده. تمام كده. تمام، انا عملت كده الفولدر. هرجع تاني للبرنامج، وهاجي عند فايل ومن فايل اوبشنز، ومن اوبشن هختار سيف، ومن سيف هنا كده زي ما احنا شايفين قدامنا، هنا محتاج مني رابط او عنوان الفولدر اللي انا عملته. همسح كده ده. تمام، وهاجي عند الديسك توب بالشكل ده، هاجي عند الديسك توب زي ما احنا شايفين، نفصل دي كده واجي عند الديسك توب، وزي ما احنا شايفين ده الرابط او عنوان الفولدر اللي احنا عملناه. هاخده كوبي بالشكل ده، وهاجي تاني
على نفس الخطوات فايل اوبشن وهاجي عند سيف، ومن سيف هحط الرابط بتاع الفولدر بتاعي هنا كده زي ما احنا شايفين قدامنا، بعد كده اقول له اوكي زي ما احنا شايفين. لو جينا كده هنا لاحظنا ان احنا لما نيجي مثلا نكتب اي حاجة مثلا زي كده بالشكل ده وعملنا كنترول اس، ولاحظت هتروح جاي هيروح جايبك على فين؟ على شغل، لو خدت بالك على شغل اللي هو الملف اللي انت عملته اصلا، بعد كده تقول له سيف. بص كده لو خرجنا بره على شغل هنلاقي الملف بتاعنا زي ما احنا شايفين محفوظ. طبعا ده تلقائي، اي حاجة عايز تحفظها هتيجي هنا على طول. طبعا تقدر تغيرها في اي وقت مفيش مشكلة. لو جينا كده ضغط عند فايل اوبشنز زي ما احنا شايفين سيف، تقدر تمسح ده وتضيف اي حاجة تانية انت عايزها مفيش اي مشكلة. وبس كده، ودي تكون نهاية الحلقة، والسلام عليكم.